التلاميذ الاعزاز، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما وعدتكم في اخر فيديو غنهضروا على لا كالكولاتريس. الوغ الحوايج اللي خصنا نردو ليهم البال، الحوايج اللي خصهم يداروا والحوايج اللي ما خصهمش يداروا. الوغ بالنسبه لا كالكولاتريس تيوصلوني بزاف ديال لي كاسيون، تيقولوا لي اين مود باش غنخدموا. الوغ تو دابور قبل ما نهضروا على لي مود، اول حاجه نوصيك بها سورتو الا طرا لك شي مشكل في لا كالكولاتريس هي تفورماتيها. دونك بزاف منكم ما تيعرفوش كيفاش يفورماتي لا كالكولاتريس. الوغ شوفوا معايا كيفاش غنديروا بوغ فورماتي هاد لا كالكولاتريس. الوغ لا قدر الله مثلا طرا لك مشكل في لا كالكولاتريس وبغيتي تفورماتيها، شنو خصك دير؟ نورمالمون راه خصك تكون قاري شويه. ها هي تتبان لكم واحد كلير هنا حدا تسعود. دونك شنو غادير؟ مكتوبه بالصفر غادير شيفت تسعود، وهنا غطلع لك كلير. تبع هاد لي زانستركسيون. الوغ سيت اب ميموري اول. دونك حنا غنديرو اول باش نفورماتيو كلشي. دونك غادير اول ريسيت اول يس، غادير تساوي. الا بغيتي ترجع كانسل غادير اسي. دونك حنا غنديرو تساوي، وبيان سور هنا غنضغطو على اسي. دونك كوم سا غتكون لا كالكولاتريس عندنا تفورماطات. دونك هذه الحاجه الاولى اللي خصك ديرها الا جاب الله طرا لك مشكل في لا كالكولاتريس. الوغ دابا نهضروا على لي مود ديال لا كالكولاتريس. جينيرالمون بالنسبه لكم نتوما غتحتاجوا اربعه ديال لي مود. هاد لي مود غتلقاوهم فين؟ دونك غدير شيفت مود. دونك هنا تيطلعوا لك بزاف ديال لي مود. دونك نتوما غتحتاجوا المود دوغري 3، المود 4 اللي هو راديان، المود 7 اللي هو سيانتيفيك، والمود 8 اللي هو نورمال. الوغ غنعطيكم مثال كل مود امتى تنخدموا به. امتى غنخدموا بالمود راديان، امتى غنخدموا بالمود دوغري، امتى غنخدموا بالمود سيانتيفيك، وامتى غنخدموا بالمود نورمال. الوغ شوفوا معايا، نبداو مثلا بالمود نورمال. دونك المود نورمال غدير غا 8 شيفت مود 8. هنا تيعطيك واحد وجوج، انت غتختار جوج وتتولي لا كالكولاتريس في المود نورمال. الوغ امتى تيصلح هاد لو مود نورمال؟ غينفعكم في النوكليير، ملي تيعطيوكم هادوك لي زينيرجي فيهم بزاف ديال الارقام. ما تخدمش بليكريتور سيونتيفيك، خدم بالمود نورمال. عطاك خمسه الارقام ورا الفاصله تخدم خمسه الارقام ورا الفاصله، عطاك سته خدم بسته. متفقين؟ دونك هنا فين تينفع لو مود نورمال. اما ما بقيت ليكزامان خدم من الاحسن بالمود سيونتيفيك. الوغ بالنسبه للمود سيونتيفيك الا بغيتي تختارو تدير شيفت مود. الوغ 7 هو المود سيونتيفيك. هنا هاد 0 9 شنو تتعني؟ تتعني شحال من رقم بغيتي في هذيك ليكريتور سيونتيفيك. نعطيكم مثال. الوغ سيبوزون مثلا عندك واحد العدد، عندك مثلا دونك 405 7 3 2. هذا سي طون نومبر بليكريتور نورمال. سيبوزون مثلا بغيتي تكتبو بليكريتور سيونتيفيك، دونك شنو غندير؟ غنطابيه 4 5 7 3 2 وغندير شيفت مود 7. قلت لكم غنشرح لكم شنو تتعني هاد 09. ردوا معايا البال، مثلا الا درت خساريت مثلا 3 شنو غيعطيني في لا كالكولاتريس؟ دونك غيعطيني للعدد ديالي بليكريتور سيونتيفيك، وشحال فيه من رقم؟ فيه ثلاثة د الأرقام، يعني ديك ثلاثة هو لو نومبغ اللي بغيتي في لاكا في ليكريتور سيونتيفيك. كون بغيت مثلا ربعة د الأرقام غنقول ليه شيفت مود سيونس ونكتب ربعة هنا. دونك غيعطيني ربعة د الأرقام، رقم قبل الفاصلة وثلاثة د الأرقام من ورا الفاصلة. دونك هذاك لو نومبغ تتحدد به تتفيكسي به لو نومبغ اللي بغيتي في ليكريتور سيونتيفيك. جينيرالمون من الأحسن نتوما خودو أن نومبغ اختارو ديما ثلاثة مثلا باش يلاه يعطيك جوج أرقام ورا الفاصلة، ولا اختار مثلا أربعة باش يعطيك ثلاثة د الأرقام ورا الفاصلة. الوغ بالنسبه للمود دوغري والمود راديان امتى تيأثروا اصلا؟ ملي تيكون عندنا الكوسينوس سينوس ولا طونجونت. الوغ سيبوزو مثلا في شي اكزيرسيس ديال الميكانيك عطاوكم الفا تتساوي 30 درجة، وانت محتاج مثلا باش تحسب سينوس ديال 30 درجة. دونك شنو غدير؟ واش المود دوغري ولا المود راديان؟ دونك راه باينه هنا المود دوغري. دونك انت خصك غا تفيريفي واش لا كالكولاتريس او مود دوغري، واش مكتوبه فيها الدي هنا. دونك كانت فيها الدي غتحسب السينوس ديالك ديال 30 بلا مشاكل. دونك داكشي اللي خرج ليك غتحطو هنا. دونك 0.5. دونك ردو البال ردو البال ردو البال. ديما فاش تبغي تحسب بالمود دوغري فيريفي واش مكتوبه هنا الدي.
Alors, d'abord, supposons un exercice, مثلا, démontrer qu'il y a de la formule, بغيتي تحسب بها. واش هنا غتخدم بالمود دوغري ولا المود راديان. Alors, tout simplement, شنو غدير؟ Tout d'abord, غنطابي هاد l'application numérique. Alors, normalement, هنا, إلا كانت la calculatrice بالمود دوغري, غتخرج لينا l'angle. Supposons, مثلا, هادي تيتا M. غتخرج لينا لونغل بالدوغري دونك ملي غندير تساوي غتعطيني 60 دوغري الا كانت لا كالكولاتريس بالمود راديان مكتوبه ار هنا راه غتعطيني لا فالور بالراديان اللي هي بي سور 3 راديان وفينالمون بجوجهم راه صحاح يعني انت غرد البال الا كانت اون مود دوغري راه غتخرج لك بالدوغري كانت بالراديان راه غتخرج بالراديان الوغ نصيحه اخيره ما تنساوش هاد البوشيطه ديال هاد لا كالكولاتريس راه وراها تقريبا تيكونوا دي انستريكسيون يقدر ينفعوكم الا حصلتوا في شي حاجه الوغ هادي كانت فيديو سريعه على لا كالكولاتريس نتمنى انكم استفدتوا معايا بارطاجيو مع اصحابكم الا بغيتوا نديروا اون فيديو على لي كونفيرسيون التحويلات اللي تحتاجوا في الفيزيك والشيمي قولوها ليا في لي كومونتير يلا تهلاو في ريوسكم